يا رشدي كل ده متغير يا رشدي. لا اصل كنت باخد دش خلاص خارج اهو. ايه وحش؟ لا بالعكس ده حلو قوي، علاماتك مظبوط. لا ده واسع من السد شويه على فكره. في انت بتضحكي على ايه؟ انا مش قادره اتخيل وانت بتكلم اخويا وانت بالمنظر ده. ايه وابوك انا دايخه ولا ايه؟ ما تقلقونيش بقى يعني. مش مشكله، هو انا هكلمه في التلفزيون. طب يلا يلا. طب ساعتك احنا هناخد اجراءاتنا وهنعمل اللازم، بس تحذير هام، اوعى الخبر ده ينتشر عشان الواد ما ياخدش حذره وما نعرفش نعمل حاجه. احسن برضه، انا شخصيا مش عاوز فضايح. طب سعادتك لو اتصل نقول له ايه؟ اعرف منه هو عاوز ايه وبلغنا بطلباته اول باول، وحاول تتصل بيه انت كمان. جايز يفتح موبايله ولا حاجه؟ مش مشكله، انا هستناه لما يتصل هو براحته. بس اهم حاجه السريه التامه. حاضر نستاذن. السريه التامه. حاضر حاضر. هشام باشا، في اخبار جديده؟ بقيت عند ملك. اوكي يا حبيبتي سلمي لي عليه. ماشي يا ماما. ماما بتسلم عليك. سلمي لي عليها قوي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. الحمد لله كانت عملت لي يومين اجازه، يعني خلاص كله بقى تمام. ايوه يا عم، بقينا نعرف نخطط ونقول اهو. شفتي بس حركه قميص النوم دي هتخلي رشدي يتحبس طبيعي. اما حته صدفه. صدفه ايه يا بنتي؟ ده كله متخطط هنا، ما تفهمي بقى. برافو عليكي. هو بيعمل ايه كل ده؟ ازعل نص نص. ايه ده يا نانسي؟ نانسي انا غلطان ان انا طوعتكم ولبست الزفت ده. احنا لازم نشوف حاجه تانية تتلبس، احنا جايين نخطف ولا نهزر؟ بس وخصوصاً انت يا فايزة. تخلي بقى كده عشان بحب اقعد قدام. ده حسب الديل. بص بقى، عايزك اول ما تكلم ابويا تخش فيه شمال تخوفه جامد. تركز معاها بقى. طيب ترهبه، تحسسه ان حياة بنته في خطر. هو بقى هيخاف. تقوم انت بقى في ساعتها تحضر بالفدية اللي انت عايزها. عايزك تدخن صوتك كده عشان يحس ان انت مجرم بجد محترف. انا عارفه ابويا لما يخاف اوعي يزعق فيك وانت تضعف كده. لا طب ناسف لانقطاع الخدمه. ايه؟ لوك 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 لوك. خلاص عرفت. طب هنعمل ايه؟ سالي هات تليفونك. لا 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 لا، الا التليفون، انا ماليش دعوه خالص. اتكلموا من اي تليفون في الشارع بكره. طب خلاص خلاص، تليفون البيت عطلان وهي تليفونها. لا 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 لا، وانا موبايلي ما فيهوش رصيد. ايه ده؟ انا موبايلي فين؟ فين موبايلي؟ سالي ادهوله. في ايه؟ ويا ريت لو معاكي قرص منوم بقى لحسن، انا بجد ما بيجيليش نوم بالليل خالص. ايوه معايا عشان مغير. بس بص خد نص قرص بس، انا خلي بالي. خلي من ايه؟ مناش الحاجات دي على فكره. شفتنيش انت عند المعلم مشمش تكسر القعده. يلا اقعد اهزق. يلا تصبح. هنوديها فين؟ هنحبسه فوق. خايفه يكون مات. ماتي ما هو بيشخر قدامك. تعالي بقى لما افرجك على بقيه الفيلم. هتعملي ايه؟ هتشوفي. بصي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتبليها ليه؟ الهدوم مهدومه مبلوله عمره ما هيقدر يكت. انت عليك ايه المخ ده؟
تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لا لا انا انسان عادي. خد يا يا ابني يا ابني يا ابني انت جاي بالسرعه دي منين؟ خد يا ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ سالي كانت بتزقني فوقعنا. ده اسمه كلام يا سامي. معلش معلش ايدك بس معايا. خير خير ان شاء الله. معلش معلش. هو انت ايه اللي صحاك بدري كده؟ انا قلت اصحى بدري بقى عشان نلحق الخطف من اوله عشان ربنا يكرمنا. اغير بقى اللبس ده. ايه ده؟ الظاهر الدنيا مطرت. وهي الدنيا مطرت على بدلتي انا بس ولا ايه؟ بتقول ايه يا لطفي؟ نشر الخبر؟ طب استنى استنى هنا استنى. هات الاهرام يا ابني. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. يا دي المصيبه يا دي المصيبه. خد اطلع. ايه ده انت بتشتغلني ولا ايه؟ تاخد مني الجرنون تقلب فيه بقى ترجعه لي؟ رجعته لك ناقص خبر ناقص صوره قلبت فيه بس ما قريتوش. اطلع. طب انا مالي؟ خلاص هاتوا هاتوا انا حاسب عليه. مراتي بتحط عليه بتنجان بيشرب الزيت. حس كده بقى هات الاذاعه والمصور والحوادث. دول ما بيشربوش الزيت. يبقى اشربه انت. اتفضل يا باشا. ما تعلي يا ابني الراديو ده شويه. حاضر اهو اهو اهو. يا رشدي انت يا بني ادم انت جاي تستجم هنا؟ استجم ايه بقى؟ مش كفايه الهو اللي احنا فيه ده؟ مش كنت خطفتوني في شهر 8؟ احنا لازم نخرج نكلم ابويا. ماشي ما تتاخروش. ما تتاخروش ايه اذا كنت انت اللي هتكلمه؟ اخرج ازاي بلبس شيتوس ده؟ ايه خايف حد يصطادك؟ بلاش انت يا انتصار انت. عايزين نخلص بقى يا جماعه من القصه دي. ايه ده؟ هو انا قاعده مع اتنين عيال؟ ما تركز معايا شويه يا رشدي. قوم بقى اما اشوف هنعمل ايه في منظرك ده. من غير شخط. ماشي. قوم شوف اي حاجه تتلبس. القرف ده. يلا يا بنتي. بيهبب ايه كل ده؟ انا عارفه. خير يا جماعه مين اللي مقدم البلاء؟ يا نهار اسود ايه اللي انت عامله ده؟ لا كله انا بدلت اخويا. خلاص بقى يا سالي. خلاص ايه انت عارفه المراوح لو اخويا عارف هيوديه في 60 دهن. ليه بيشتغل ايه؟ دكتور. طب على نفسه يا جماعه عايزين نخلص بقى. يلا روحوا انتوا انا مش جايه معاك. ماشي خليكي احسن احسن. يلا يلا يا اخويا قدامك. ايه القلاصه اللي انت فيها دي؟ ما تزق شويه. انت صدقت انك ظابط؟ زق. سلام. ايوه انا عارف عارف انه ما كانش قصدك. اتفضل روح ازرق. يا ابن المريح البس لك ايه طيب؟ انت جنان؟ ها مالين الرقم؟ اتنين 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 اتنين؟ ها يعني قول اربعة. انت هتجمعهم اربع اتنينات زيرو ستين. حاضر اربع اتنينات زيرو ستين. هتقول له ايه؟ فرصتي جت سيبيني لو سمحتي. رد يا جبان. الو ايه؟ مشغوله. مشغول؟ طب جرب تاني. حلو دلوقتي؟ اه طيب كام الرقم؟ 4260 برضك؟ كل ده مشغول، هات اجرب انا. بيرن بيرن. الو؟ الو ادهم الشاذلي؟ ايوه معاك النقيب رشدي اباظه. انا رشدي اباظه يا ادهم. ايوه يا رشدي يا ابني. أنا كنت مستني مكالمتك دي عشان أعتذر لك عن اللي عملته معاك. رشدي أنا بنتي ملهاش أي ذنب. إحنا أصحاب شركات زي بعض وممكن نفض الخلاف اللي بيننا ده. يا بنتي بنتي بنتي. طب أموتها الأول أموتها. اسمع يا ابني أنا لو بنتي جرى لها حاجة مش هرحمك. بنتك كويسة والمصحف. طب انا عاوز اكلمها
حاضر، ثانية واحدة. بابا عايزك. أنت مجنون. مش هينفع تكلمها دلوقتي، أنا مكتفها. طب أنت طلباتك إيه عشان تسيب بنتي في حالها؟ عايز فلوس. عاوز كام؟ أقول له كام؟ قول له 1,000,000 جنيه. كتير قوي ده. أنت مالك؟ عايز 1,000,000 جنيه. مل إيه؟ مستحيل. أنا والله قلت لها كده. أنت أكيد مجنون. حرام عليك، سليت الراجل. إيه؟ قفل في وشك ولا الخط قطع؟ لا والله قفل في وشي. أنا بتهيألي نسيبه يهدى شوية ونرجع بعد كده نكلمه، واخدة بالك؟ هو يعني يكون هدي أعصابه شوية وخنفسة دي تكون روعة. زوز. إيه؟ اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو، انت كده هتحطني في مأزق. هو انا جاي اخد قرض؟ بصراحه كده يا ميدو، امي ما بتحبكش. ايه وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ بس ماشي عزوز، خلاص ما تزعلش يا ميدو، احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص عزوز، خلاص الحمد لله ورمزي جه اهو. حسك رمزي ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي. حب اعرفكم، شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده يا عم؟ سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها؟ عايزنا نروح بلبس البالي ده يا ميدو؟ ايه عزوز؟ انا علمك بقى انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. ايه عزوز، ده انا لسه عايزك تجيب لي الموتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبه بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده احنا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز. صاحبي، واحتمال نسيب بعض بكره. ولي بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد كابتن. يا كابتن سيبك منه، خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه، معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها انت في مطرحك اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بس والله وانت هتبص لي قوي. بقول لك ايه، تعالى بقى انجش بقى احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. خدي بس، قول ايه يا ست، في ايه؟ لا النهارده ايه جديد كده؟ الحق علينا. ميدو وحشتني. اهلا بعالم سمسم، معاك ربنا. اخويا رمزي وحشتني. ده بأمارة اتنين اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شويه. طب كنت فين من امبارح؟ ايدك والشحن، وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش السلندر. وش السلندر ايه؟ عندنا امتحان جوه. والعربيه. عربيه ايه وبتاع ايه؟ ماشي يا ميدو، على طول كده كاسفني. ايه الكاسفه في وش السلندر يعني؟ ده وش سلندر، بقول لك عندنا امتحان. طب غور بقى. النهارده الامتحان الشفوي، كل فني فيكم قدامه التلفزيون. التلفزيون ده فيه عطل، لازم تتعرف على العطل بنفسك وتصلحه وتنضفه. عايز مهارة في الفتح، سرعة في التصليح، جودة في التقفيل، فتنس في التنفيض. أي فني هيعمل أي مخالفة هكلبش له تلفزيونه. قدامكم 35 دقيقة وهلم التلفزيونات عشان تتصحح. فاهمين؟ دور. ليلى ايه؟ معاكي مفك صليبه. بتقول ايه؟ ها ايه يا ليلى؟ بيقول لي معاكي مفك صليبه. بصي في التلفزيون بتاعك بدل ما طلعت بره. بصي وانت يا استاذ هتلبسلك التلفزيون في البلطو بتاعك. في فني من غير عده، في جندي من غير سلاح. هسه سمحت. اسف ايه وبتاع ايه؟ لازم العده. قال له يبص في الجهاز بتاعه. قال له
معايا طقم مفكات تايواني عليه مشترك هدية 50 جنيه. ماشي شريهم من عند مشمش اللي فرش بره؟ ده انا اللي باعهم له. بكام؟ 25 جنيه. تشيب 15. اخر يعني كف كده في اللجنه دي وممكن زبالك واخلع. اقعد اقعد هربيك. كف اقعد. رموزه رموزه. كلمت لي بابي؟ كلمته. طبعا اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني ان اشتغل عند اكبر مستوى تعجيزه كهربيه في البلد، وعلى فكره هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمه بعد اذنك، دلوقتي انا مش فاهم حاجه في الليله السودا دي. جايب لي تلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خلاص خد المقاومه دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. بالبساطه دي سلمني على بابي. ماشي يا عم، ما اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك. ليلى يا لولا، ليه المعامله دي؟ ده انا بحبك. بتقول ايه؟ لا مفيش وقت للاستغراب. طب قولها كمان. بحبك. هتصدقي نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني مفك صليبه لحسن، فيه مسمار طول كده الوز مش عارفه افكه. حصل قول كده، مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟ ده ماس صغير كده واحنا في الامتحان. مين الافندي ده؟ ده زميلي يا بابا كان بيوصلني. ليه؟ العربيه جايه لها حاجه؟ عطلانه قدام المعهد. ما انا قلت لك 100 مره ما تركبيش العربيه دي، ما تعملوش فيها. يلا اتفضلي اتفضلي من قدامي. اي خدمه تاني يا عمي؟ انا عايز منك خدمه. عينيا الاثنين يا عمي. مش عايز اشوف وشك تاني، مفهوم؟ الله الله. مش عايزك توصلها تاني، مفهوم؟ احنا ناس محترمين. ما انا قلت لها انزلي على اول الشارع، هي اللي ما رضيتش. ما تبقاش تسمع كلام. يلا يا اخويا يلا يلا مع السلامه. عليا. تكرم يا عمي تكرم عشان خاطر بنتك. ماشي. شكرا شكرا يا ابن الاصول، مع السلامه. طب عشان الموتوسيكل بس شويه كده. اتفضل اتفضل. ليه مش حاطين توقيت الشرابية يعني؟ ده الشرابية دي فيها شغل كده، بس اللي يلاحق. يلا. جرحت الشنطة. ابعتي لي سالي بسرعة يا غادة. حاضر يا فندم. مين ده يا غادة؟ ده أدهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى. السلام عليكم. رايح فين؟ ها؟ قلت أقف شوية. في إيه يا أمي؟ هو أنا سرقت حاجة ولا إيه؟ شش ولا كلمة. تعالي. قولي ها 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 ها. دي ضربة فسيخة الصبح. ايه ده؟ على مود انا ظلمتك. ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده الاخر؟ رشدي اباظة. وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لم حاجتك بسرعة. يلا اتفضل. انا ايوه انت اتفضل. دوري جيت. سيبي انا داخل. يا رب
يا ساتر. بره! افتح بره! ده انت مجنون! قال كل نفسك قبل ما حد ياكل! مجنون انت! اطلع بره! انت كده بتخسرني يا سيدي! ده انت خسرتك مكسب! بره! بره! اسمع بس، انا عايز اقولك ايه تاني. هو كان في اولاني قلت بره. طب ماشي، حاضر حاضر، بص خد الكارت بتاعي معاك، خليه معاك احتياط احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي يا باظه، زكي روسو، اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلت قلت ايه؟ قلت ايه يا انت؟ قلت قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ اصبر، مش لاقي غير قله الادب. قلت 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 سادة ملهاش. شفت حاجة تحير؟ أيوة. ليه بقى قلة الأدب دي؟ خدوه برا. لا خدوه برا. المدى أنا إما وريتك والصغير مصيره يكبر يا أدب، يعني هو مفيش خيرك في السوق. ماشي، أنا هربيه. أنا تقطع الكارت بتاعي يا أدب. انتوا واقفين تتفرجوا، شوفوا شغلكم. يلا، وانت عاوزة إيه؟ عاوزة إيه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. حاجة غريبة. قلت لك سامح ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله الاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت ضربت جامد قوي، دي البدله تربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه، خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. طب تعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متصرح ولا لا. ايه ده حبيبي؟ ايه ده يا جماعه، احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم، دي فسحه خمس نجوم، ما تقلقش، دول كلهم حبايب واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله ده كويس، ده اوانه. رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكم على الشاي. انت لابس احلى بدله عندي، خد بالك منها بقى يا عم. ما تخافش، ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مشمش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. اه طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله متفرغ للمخدرات. كنت ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء العشاء يا معلم. مين؟ احسن حاجه في الحشيش ده ان ما فيهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ اه طب خلاص يا جماعه ما تاخذنيش، انا اول مره اشرب خمره. خمره ايه ده؟ صاحبك ده من راح في بدايه. اه انا صحيح يا معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعميه. طعميه؟ هو انا قلت طعميه؟ اه يبقى انا قلت بس. يبقى شهاده لله ولا مش شهاده لله؟ تمام. منور يا عم جاد. الله ينور عليك. مين ده؟ ولا عزوز؟ زوز؟ زوز؟ يا زوزو ولا زوزو؟ ولا عزوز؟ ايه ده الشكل في ايدك اللي رماد الطوبه؟ امسك الولد ده، خد ولا خد. هو فين يا اخويا اللي جاري ده؟ تريش انا هجيبه لك، الواد ده معلقه من قفاه. عزوز فين بقى؟ قطيعه انت يا واد يا عزوز، انا انت الطين. كلم يا ميدو. في ايه يا ميدو؟ يلا عزوز خش اضرب لك طقم كده في الشياكه عشان عندنا سهره تمام النهارده. يلا يا عم سيبنا نام لي شويه، انا لسه جاي من الشغل دلوقتي ومش خارج النهارده. يا بني ادم معايا موزز افهم. موزز يلا هغير هدوم واجي لك على طول. ميدو ما يلا يا عم ميدو. ايه يا عم انت ده؟ انت بتنادى عليك كده ليه؟ وانا تايه ولا ايه؟ حلوين يالا حلوين. يالا حلوين، انا عمري ما شفتهم بس صوتها في التليفون يالا عزوز اصلي. تعال في اي حاجه فيها ده مربوطه، بس هنركب كلنا على الموتوسيكل يا ميدو كده، الموتوسيكل هيتضايق منك. عيب يالا، وديت عندي على صاحبك برضه. ايه ده؟
مفاتيح عربية ابويا ايه؟ قشطة، رحنا في داهية. ايه الفال ده؟ فال جديد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلتليش يا ميدو، ها البنات دي انا اعرفها ازاي؟ هي قالت لي هتلبس بلوزه حمرا. حمرا؟ وده لون يتلبس بالليل ولا بالنهار وحياتك؟ والعزوز ايه؟ ايه البلوزه الحمراء واقفه هناك اهي. خش بقى مش رقم تليفوني برضه 7-60-3-3-4-6. اسمه وانت 5-5-3-5-0. لا 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 دي مش نمرتي. لا نمرتك يا ميدو نمرته. لا يا عزوز انا غيرت نمرتي بس لسه ما اديتهالوش. الانكار مش هيفيدك. احنا قطعنا 4 تذاكر، يلا بينا نخش السينما. اوبا ده انا نسيت الفلوس في البيت. دونت وري انا معايا فلوس. وني كمان. طب انا ثواني انزل اركن العربيه لحسن ركنها صف خامس بدل ما الونش يجي يشيلها، اصلها مش عربيتي. مفيش ونش بيعدي من هنا. يلا بسرعه عشان نلحق الفيلم. يلا اخص عليك يا ميدو. يلا ما تقلقش هتيجي يعني هتيجي. It wasn't a date. Okay, an appointment. I keep my appointments. I have door issues. I called you at 7 o'clock. I get up early. I need more sleep. Come back in a month. Come back? What makes you think I'd come back? ايه ده في دبان في وشك ولا ايه؟ ايه في ايه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ هو انت مش حاسس اللي انا حاسه؟ لا خالص. يا خساره. بص بص على الفيلم. ايه ايه؟ What's the difference? You're standing in my bedroom, looking through my panty drawer. That's the difference. Somebody who keeps his appointments. You're married. يا ناس اهو بدخن في السينما اهو وفي موكيت اهو. هو ما حدش بيطلعني بره ليه؟ I know you're a criminal. Probably a felon. معلش معلش انا اصلي باكل بالايد دي. معلش ما انا برضو ماسك الكيس بالايد دي، يعني باكل بدي وماسك بدي. لو عندي ايد ثالثه كنت اديتها لك. لو سمحت لو سمحت في واحده عايزه تمسك ايدي. بعدين معاك يا فريده. خلاص ده انت معروفه هنا بقى. طب ايش تقولي؟ مش تقولي يا فريدة؟ مش تقولي انك معروفة هنا يا فريدة؟ ولا انت يعني جنبنا اهلي لما اخذها يا جماعة؟ معلش تقولي يا فريدة. دي بنات منتهية يا راجل. منتهية ده وشهم بطل من زمان. بقول لك ايه يا ميدو؟ هو انت بتعرف الاماكن دي منين؟ من على الانترنت. كده مش
عشان تحوي عليه شوية عشان يشد معاك يا أخي. يشد. وانتبهنا بعد ما زال الرحيل وافقنا وليس أنا لا نفيد. انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ ايه ما انت فاكر ايه؟ ده تلاقيه صاحب الغرزة. لا يا عم ده مجنون. بقول لك ايه يا معلم؟ هو العود اللي معاك ده ما بيجيبش اغنية اي دمعة حزن؟ لا ما تجيش الساعة دي. يقظة اطاحت باحلام القرار. يا راجل سيبك من السكة دي، روح اتعالج. امسك. كلثوم لو كانت عايشة وشافت عشماوي ده بيغني كانت ضربته بالنار. ده باين عليه ما سمعش راديو قبل كده. اوبا لجنة. قلت لك يا ميدو بلاش نشرب. بقول لك ايه يا عزوز، اثبت كده، ما توترنيش، اثبت، خلينا نشوف هنعمل ايه. طب هتعمل ايه يعني؟ انا ارجع بضهري ونهرب هوا. تاني. هو ابوك ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ تلاقيه بيفصل في الكفاله. ميدو. نعم. الراجل اللي هناك ده قاعد مركز معانا كده ليه؟ ماكش دعوه بيه، اعمل نفسك مش شايفه. المهم هو ما شفناش. ايه؟ لا يا باشا العفو بنفسك، سيادتك بتسرقني بنفسك كده؟ ما يصحش يا باشا. لا طب اساعد حضرتك يعني. ماشي يا عزوز. الموضوع هو اخرس ولا ايه؟ مش عارف. ماشي وماله برضه. وماله مقاس سيادتك يعني مش كبير شويه على وماله برضه. حاضر، ما حصلش اي حاجه. حاضر. ولا عزوز تفتكر هيسرقها ولا بيجربها؟ ده ولا حرامي ولا ايه؟ لا بيجربها. ماشي هديها لك، ما تخافش يعني، ما تغلاش عليك. وخد البنطلون كمان. يا ميدو بنطلون ايه؟ هيبقى طقم شيك يا عزوز، اسمع الكلام. يا ميدو بقول لك ايه؟ هيبقى حلو عليك. انا يا ميدو كنت لحقت نفسي يا عزوز. الحقونا. الو يا ميدو، عايز جزمه واجيلك على الاسم. انا اسم المره دي. طيب هاجيلك حالا، نص ساعه بالظبط. جزمه ايه الاستباحه الغريبه؟ ودي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها. سمعتك على فكره، ده شغل يا جهله. انت ما روحتش؟ لا. في ايه مال؟ في ايه يا بنت مالك؟ لا لا يا كريمه بقى. بس يا كريمه لا. في ايه الفنانه الحملات الرهيبه دي؟ دي مش رهيبه، دي جل. دي حلوة قوي. شكرا. انت هتكلم بابا امتى؟ ليه وعايز فنلات؟ لا طب بص اديله رنة وهو هيتصل بيك. رنة، عارف انا موضوع رنة ده. بقولك ايه يا كريمة؟ نعم. انت ما بتزهقيش؟ هو انت شايفني وحشة؟ هو انا بس اللي شايف كده؟ طبعا، ما انت كنت تقعد نهر اسد.
دلوقتي انا اللي طلعت وحشه. احترمي نفسك. الشغل بتاع الرقاصه والحانوتي على الكمبيوتر هنا انقليه على ديسك وبعتيه المطبعه وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه. فاهمه ولا مش فاهمه؟ حاضر. اوعي. ماشي يا رشدي، اشوف انا ولا الرقاص. يا عم الماتش بقى ده تعرف قهوه تانية. ما تقلقش ميدو بركب الدش فوق. ميدو ميدو مشاكل، استر يا رب. نقولني الزرادية بقى. ايه الزرادية؟ الهين ليه اخت سعدية. يا حاج ابو حجر احنا هنهزر. شاي يا حاج، شاي يا ميدو. ايه يا دوشك قافل ليه على الصبح كده؟ لا بقولك ايه، امشي امشي من هنا، ما تكقبليش السطح، امشي. خلصني، الناس عايزه تتفرج على الماتش. وانا مالي بالناس؟ لا بقول لك ايه يا معلم، انا النهارده هشطب لك الطبق والقعده، وبكره ان شاء الله ابركب لك الريسيفر واظبط لك القنوات. سيبنا اشتغل بقى. لا بكره ايه، انا لميت فلوس من الزباين. ثبت انت وركب وزود الجبس، هينشف بسرعه. انت حر. ماشي هزود لك شويه جبس. بقول لك ايه، امسك بقى معايا الطبق كده واسنده وما تحركش خالص. حاضر يا سيدي، اما نشوف اخرتها معاك. يا جدعان ماتش بتلعب، حرام عليكم، الماتش ابتدى. يا جماعه اللي فوق، لو الماتش ما اشتغلش اغسل لكم القهوه واخد ال 5 جنيه بتاعتي. اه عايزين 5 جنيه بتاعتنا. ايه ده يا غرع؟ رجلي. اوعى تتحرك. بقول لك ايه، رجلك دي باغسلها بعدين، الاسمنت بيطلع ما بيبقعش. طب ببوس ايدك، ابوس ايدك يا ميدو. خلصني، هات للزباين تحت اي محطه يتلقوا فيها. حاضر حاضر، بس كده عناية الاثنين اهو. ترغب في الكثير من الحب والمتعة؟ هاتفني الآن على الرقم 0906734223. نحن بنات عائلات محترمات، أنا في انتظارك الآن. تعالى، أنا مشتاقة إليك. أنا بمفردي الآن ستجد كل ما ترغب، الإثارة والمتعة. أو بنفس الطريقة. يا جماعة يا جماعة، مالكوا في إيه؟ أنتوا مش كنتوا عايزين الماتش؟ ما الماتش أهو يا عم. ماتش إيه؟ ما إحنا هنتغلب هنتغلب. جرى يا عم مراعي، عايزين نشوف الماتش. قول اتفرج عليه في قهوة تانية. يا جدعان الست دي هتلبس وراحة تتفرج على الماتش. سيب الماتش يا جدعان، راجع المحطة اللي فيها الموتزا. إيه يا رجالة في إيه؟ مين اللي عايز الماتش؟ أنا بقى اللي عايز الماتش. ومين اللي عايز الموتزا؟ أنا اللي عايز. ماشي، ده يجيب الماتش وده يجيب الموتزا، بس عشان أبقى صريح معاكم من الآخر، الموتزا مش جاية الماتش. ماشي استقوا مع بعض بقى. كمل شوية وحاول يمر التكهنات وسط ضع الباص اللعب على طول باتجاه شيحان حاول وحاسس بعشوق حلوة. بسبب المحروس ابنك الزباين كسروا القهوة، جابوا عليها وطيها. هتدفع قيمة التلفيات كلها يا حاج صبر ولا لا؟ لا مش هدفع يا حاج ظابط، لان ميدو ده مش ابني ولا اعرفه ولا عايز اعرفه. انا بصراحة متبري منه. خلاص يتعمل له محضر عشان خاطر ده ابنك. ابني ابني اتفضل. ايه ده؟ طلب تنازل عن ميدو، مش عاوزه. انا عندي ايه؟ خده هينفعك، خده هيخليك فرجة قدام اللي يسوى وما يسواش، هيخلي الناس عليك كده في القهوة صبح ظهر ليل. اسأل مجرب، خده. يابا انا مش عايز عيال. خليه عندك وانا هبعت له في الصيف. يا عم انا عايز حق تلفيات. تلفيات تلفيات، انت عصبي كده ليه؟ كام التلفيات دي؟ 7500 جنيه. طيب 7500 جنيه تلفيات تلفات. اتفضل عليه العوض منه العوض. ايه ده؟ ايه يابا ده؟ دول 300 جنيه بس. والباقي من فضلك. اتفضل. ايه ده كمان؟ طلب تقسيط بقيه المدرسه.
يلا يا جمعة خلص البنت خليها تتنقل تزف. حاضر يا ستي، يا بتتجوز ولا بتولد؟ ايه منك في يا جمعة؟ ايه القلق ده؟ ايه الزحمة دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسة دي؟ اه يا اخويا عروسة، امال جاموسة؟ طب بالراحة شوية يا ستي، الف مبروك على الجاموسة. يلا يا جمعة خلصت؟ خلاص خلاص شطبنا، اتفضلي يلا يا بنت. طب انا زرقة. بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك، انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبق ان انت على البيت وانا هجيب الناس واجي لك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه ايه رايك بقى هنقضي الليله زي الفل؟ خش إيه خش. ايه ده؟ انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم؟ عادي مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه، هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسه لك ب 200 جنيه بس، دي خدت 100 ودي خدت 100، طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي، دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص شايف النسوان عامله ازاي؟ انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي امشي امشي امشي، انزلي تحت وقفي تحت السلم امشي. جمعه لو سمحت ماشي الناس دي حالا حالا. يلا اوف سايت النهارده. راح فين انت؟ امشي وقف هناك امشي. مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا امشي. مبسوط مبسوط يا زفت؟ طيرت ال 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح؟ سامح ده بيسرق افكارك بملاليم. والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك، بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم اهو ردها لي، دليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي. اه طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لطم الشيك بتاعتك دي. عليكوا على ابو نسمه تحت الكوبري في بولاق ابو العلا. لا لا انا عايز حاجه في الرخيص يعني، لو في حاجه فوق الكوبري شغال. انا ميدو. اديني اماره. اماره ازاي يعني؟ وريني بطاقتك. بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي؟ ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد، وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان في النضاره بتاعتي هنا. دور عليها. نظارة الاستوديو الثانيه. هي هي خلاص 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 لقيتها لقيتها. طيب روح انت اعملي لنا شاي وانا هخش له. من عيني. ايوه كده. لا 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 مستحيل، الصوت ده مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف، اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتائي شويه، والباب ضرفتين زي ما انت شايف، والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي، لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه، انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك، يعني انا اسف معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 اهدى 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 اهدى، مفيش حاجه، ده الشاي. اهدى بس اهدى، عندي اعصاب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه؟ عيب روحي اوضتك.
اسلوب كلام. لا لا معلش 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 هاسف. حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات، انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش، وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على الامكانيات، يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي، ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. امال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق خير وبركه، كسبت فنان مبدع. رافض؟ ما تفرقش معايا، مش اول مره ترفض. يا سلام. بجد؟ رد 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 حاضر رد بسرعه رد رد. الو يا عزوز. رابط بالراب. انا في البيت. لا معلش، اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس رجلك. اوكي اوكي. انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوظت العربيه وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما ميت ايد عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق؟ انت بره بره بره. انت موطي صوتك. بره فظيع. استغفر. ليه كده ليه كده ليه؟ انت بتقعد حاطط رجلي على رجلي قدامي. يا بابا انا فاكر خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. لا يا بابا انا ما قلتش كده. اسف اسف. انت بتسوقني في صدري. ما هو اهو اسف. دماغك ايه يا بابا؟ مش تضربني من دماغي. ده انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى. ارجوك وطي صوتك. انا هوريك. خد خد. اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده عيالك سودا. يا اختي قبيله غلط. يا اختي يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك مرام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد. انا هتجوز ياما؟ اه. وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في نهد اخت ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. شوف لي انا الموضوع ده، المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق ياما. نهد بنت ناس وطيبه ومتربيه. وموضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه، بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف، وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه، ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره؟ ياما ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها، وما صرفتيش منها حاجه. عشان الاخضر زرخصتي ده معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضر مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفك كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه ياما بس محتاج لمساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب ياما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. يا قادر يا كريم يا رب. ماما بتتكلم يا واد. بتتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجه؟ في امانه عندكم وجايين ناخدها. امانه ايه؟ انت عملت ايه يا واد تاني؟ والله يا بابا ما عملت حاجه. امانه ايه يا اما بس انت جاي تفك وديعه؟ عم صابر يعني الامانه دي تبقى ناهد وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة مش هعرفها ازاي. ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة؟ والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عم ده انا ضابط امن. وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله طريق كلامه؟ والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. القرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا ريدي؟ بهزر يا بابا بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع بس ناخد راي نهدي الاول.
الانسه زيزي جوه؟ الانسه؟ اه موجوده اتفضل. هي دي اللعبه. انسه زيزي؟ انسه؟ في حاجه حضرتك؟ اصل بقالي كتير ما سمعتهاش. بتضحكي الضحكه دي. اهلا وسهلا. وتطلع مين بقى بسلام؟ انا رشدي، رشدي بتاع الدعايه من طرف جمعه كوافيركي. طب تعالى اقعد. تعالى. ممكن بقى اعرف يا انسه مش زيزي ايه نوع السلعه اللي حضرتك عايزه تعليني عنها؟ سلعه؟ وانت شايف لي قدامك ايه؟ علبه سمنه؟ ده انا عايزاك تطبع ورق عليه صورتي وهدايا عليها اسم وشنط بلاستيك وأقلام ونتايج. ايه ده كله؟ هو افتتاح صيدليه. وانت مالك انت؟ هو انت شريكي ان شاء الله تطبعي مسكيات. وعايزاك كمان يا اخويا تعمل لي اعلانات قدام الكباريه وعليها صورتي دي. حلمتي؟ ماشي. بس دي عريانه قوي. جرى يا اخويا؟ هو انت شايفني قدامك مدرسه؟ بقولك ايه؟ انت شكلك كده مش مريحني. عارف لو الشغل ما عجبنيش شايف الاثنين اللي وراك دول؟ الحقيقه شايف حتت منهم. تخيل انت بقى يا عينيا الحتت دي ممكن تعمل فيك ايه؟ لا في صوره عريانه اكتر من كده؟ طب جوز حضرتك موافق على الصوره دي؟ اهو جه. خبي الصوره دي، خبي الصوره دي. تعالى يا حامد، تعالى يا حبيبي، قول لي ايه رايك في الصوره دي؟ حلوه قوي يا حبيبتي. عجبتك؟ ده مبسوط. عندك مانع؟ لا ابدا، نبقى كلنا مبسوطين والحتت مبسوطه زي الفل، ما عنديش اي مانع. ماشي انا اروح اخلص الشغل واجي لك على طول. وعينيا ليكم. يا سلام، يا السلام عليكم. سلام يا محمد. الله على شنبك. الله. سلام عليكم. كل سنه وبنت حضرتك طيبه يا فندم. طال عمرك يا استاذ. اقدم لك نفسي، طلعت عبد الله اكبر مشرفي معهد الكترونيات والكلاسيكي. مع رمزي يعني؟ طب ثانيه واحده. واضح ان حضرتك مش عارفني ولذلك سبتني ومشيت. مع اني عرفتك بنفسي. انت عايز مني ايه؟ يا رمزي، رمزي. ايوه بابا. رموز اكلم بابا بسرعه. اقدم لك الاستاذ طلعت. طب يا سيدي اعمل ايه يعني؟ تشرفنا. بابا شغله اي حاجه، رئيس مجلس الاداره، مدير الشركه، نائب مدير الشركه. ما تبنوا الشركه احسن. ايه الكلام ده؟ بقول لك ايه؟ وتعلمها بكره، استحمها كده، شكرا. مبروك مبروك. في ايه؟ طالما بابا عمل كده يبقى مش هتشتغل خالص. يسمع ببقك ربنا. شكرا يا برموزه. انه عبيط ده ولا ايه؟ انا مش عارف ازاي انت بتفكري في الحاجات دي. يلا تعالى يا حبيبي، ما حدش واخد باله. مش وقته؟ وازاي بتفكري في الحاجات دي؟ يا راح تعمل ايه مع القطه ده؟ فنجانك انهي فيهم ده؟ دي القعده اللي انتوا جايين تقعدوها. ان بعض الظن اسم. هاي استاذ بوي فريند. ايه اللي جابه هنا؟ قدامك طريق واعر وطريق مفروش بالنور. هو ده امي مرسيك من كلام الفاضي ده. عشان خاطري سيبنا شويه. باين عليه خايف من حاجه كده في الفنجان. اخاف من ايه؟ يعني تكون حاجه كده ولا كده ولا ولا ايه؟ خليك في نفسك لو سمحت. وانت يا ست خلصينا. الطريق الواعر مليان مطبات يا بنتي. ايوه، ما انت مش شايفه جسمه عامل ازاي. بتقول ايه يا استاذ؟ خلاص يا عم ما تخنقناش جامد قوي كده.
كملي. في تعبان في حياتك من اسمك على طول؟ مش قلتلك؟ اهو. لا ده انت زودتها قوي. والتعبان ده موجود بيناتكم هنا؟ ما هو هو وائل. عرفناه خلاص. ايه يا حبيب؟ ايه يا تقيل؟ بقولك ايه، ما يغركش الشياكه اللي انا فيها، انا اساسا معفن. علاجك عندي. طب حاسب لا تتعدي بقى. الله، الهديه. لا الهديه مش كده، معقول؟ لا 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 ايه يا استاذ طلعت؟ هاي اتفضلي. ايه يا استاذ طلعت، مالك متوتر ليه كده؟ هو ده الاوتوبيس اللي هيودينا العين السخنه؟ ده ما يوديناش اساسا الاشاره الجايه. يا استاذ طلعت، ده الاوتوبيس ده رايح جاي على العين السخنه لما ولع. ماشي. وفين السواق بتاع المرجيحه دي؟ قال لي راح يشرب حجر شيشه هناك كده، اهو اهو جاي هناك اهو. هو ده السواق؟ ايوه. كان بيشرب شيشه؟ ايوه. المفروض يشرب جلوكوز. ما هو جايب معاه. ورابط دماغه ليه؟ لا ابدا، اصل اتقلب مرتين امبارح. وجبته ليه؟ لا يا بيه، احنا واخدين على كده، القلب ده حاجة عادي عندنا. مش قلتلك يا استاذ طلعت ده راجل قليب جامد. ابقى قابلني لو طلعت رحلة بعد كده ميدو. مش لما نرجع من دي الأول؟ لما نطلع ده الأول. والله اوتوبيس جميل قوي يا استاذ طلعت. يا حبيبي يا اوتوبيس. بتبص الاوتوبيس. اوعى التلج يلسعك، اوعى السودة تشلفتك. زوز يا ميدو. الأزوز بالنص. لا يا حبيبي، احنا متفقين على بعد التلج والمشال وتنشف في مياه خدمة ميدو. اطلع بيع. اوعى السودة تشلفتك. يلا يلا يا اسطى اتفضل. استنى على فين بس يا استاذ بيزو؟ ايه؟ ما انت عارف عايزين زقه. معلش يا اسطى نسيت. يا اخوانا اللي جوه. ايوه ولع الدوز. اخوانا اللي جوه معلش زقه كده معلش. يلا يا حبيبي. يلا مرسي. يلا يا استاذ. يلا اخوانا، يلا اللي جوه ولا الاسى ولا. يلا يلا هنا معلش زقه كده جوه بسرعه. يلا ايوه احسن شباب معهد جوه الرحله. حد ما جاش يا جماعة؟ لا. متأكدين؟ أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا. أيوة. لا. صوت. هنهرد؟ هنهرد؟ إحنا طالعين رحلة ولا إيه؟ إحنا طالعين ناس تجيب. إيه الراجل ده؟ أنا حاسس إن إحنا طالعين رحلة في إعدادي. يا عم ما تقلقش، سيبك منه. إحنا أول ما ننزل من الأوتوبيس نعمل اللي إحنا عايزينه. أنا لو أعرف اللي هو اللي طالع ما كنتش طلعت. بس انا هفكهولك. تفكي لي ايه ورباط جزمه؟ اقعدي. راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ خد اللي احدفك من الاوتوبيس. استاذ طلعت. نعم. روق. مالكيش دعوه. صحصح لينا كده. ليلى هنزلك اقرب كمين. طب كلمه. مكانك. مين؟ هنعمل ايه في المصيبه دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول وبعدين انا عندي ترتيب كويس. ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. مين دي؟ مين دي؟ خدتي منه الموبايل وقفلته. انتوا خطفيني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوكوا على شونه، ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ إحنا آسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتك بيها، بس أنا واثقة ومتأكدة إن أنت هتفهمني وتحس بيا. أحس بإيه بالظبط؟ أنا ملك بنت أدهم الشاذلي. إيه؟ صدق اللي قال ابن الكلب عوام. معلش معاك حق، أنا عرفت إنه بهدلك وطردك من مكتبه زي الكلب، وهو السبب برضه في اللي انا فيه دلوقتي بسبب بخله وجشعه. انا عاجزه زي ما انت شايف، ما بقدرش اجيب لنفسي حتى كوبايه الميه. عارف انا من سنتين بس كنت اقدر اجري، امشي، اقف، اتنطط، ارقص، اركب عجل. وفي يوم من الايام كنت مسافره اسكندريه عشان افتح الملجأ بتاع الايتام، ولما حسيت ان انا هتاخر عن الميعاد سقت باقصى سرعه. ما تهدلنا النور ده شويه لو سمحتي، ما تاخذنيش. هي العروسه اسمها ايه؟ سالي.
طب شويه شاي بلبن. ميس كنت ماشي على 220 وفجاه لقيت قطه بتعدي الطريق. قطه؟ وكان في بنت صغيره بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير اني احود بسرعه. العربيه اتقلبت بيا، وكل ده عشان انقذ البنت. طبعا. طب والقط؟ راحت ضحيه البنت، ومن ساعتها وانا فاهم مشلوله، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده والهيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزه مني ايه بالظبط؟ هفهمك، في عمليه لو عملتها ممكن امشي تاني. وانت عايزاني انا اعمل لك العمليه؟ لا انا عاوزه فلوس مني. انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شويه. اصبر شويه. ايه ده؟ انا اسفه قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العمليه. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحله العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك، احنا لو ما كانتش ضايقك يعني احنا فكرنا انك تخطفني. نعم ده انتوا اللي خطفني. لا لا لا، زي ما ملك بتقول لك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفدية وناخد احنا الفلوس وملك بقى تعمل العمليه. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد بجد. واشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني اتورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما انا مش مصري. انا من منيا القمح. لا ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي، افرضي ابوكي بلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد، وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش يبقى عمري ما همشي على رجليا تاني، والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبه. خلينا في الموضوع. قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكيه يا سال. فكيني يا عروسه. خير يا ادهم بيه؟ ده انت مصحيني من النجمه. رشدي اباظه خطف ملك بنتي يا متر. رشدي اباظه؟ طب دي حاجه كويسه خالص. ايه كويس اللي فيها؟ هو خطفها تمثل معاه؟ بقول لك خطفها خطفها. رشدي اباظه مين يا فندم؟ الواد اللي انا طردته من المكتب، اكيد خطفها عشان ينتقم مني. هعمل ايه يا متر؟ يبقى لازم نبلغ البوليس. لا ما اقدرش ابلغ، لو بلغت ممكن قوي يأذيها. اوعى. انت قافل التليفون ليه؟ هو هيهرب منك؟ مالكش دعوه انت. ايوه يا ادهم بيه. انا جمعت الكارت وفي التليفون وفي العنوان. ايه ده ايه ده؟ الشلل انتشر ولا ايه؟ وهربتوني بره مصر ازاي؟ الساحل الشمالي دي في مصر برضو؟ ايوه الساحل الشمالي بتاعت مرأية مارينا. ايه؟ مارينا؟ مارينا بتاعت الأغنية؟ ايوه. طب ده كلام يا جدعان بس، ده كلام يعني؟ ايه بس في ايه مالك؟ الواحد لا جاب معاه مايو ولا عوامة ولا أي حاجة. مايو ايه وعوامة ايه؟ ما تخلصنا بقى. طب هي الحكاية دي هتاخد كام يوم؟ بالكتير قوي يومين. ليه؟ ما نقفل الأسبوع بقى. هو أنت جاي تصيف؟ ما تخلصنا بقى، قررت ايه؟ موافق. وانا هعوضك عن اي خساره، اول ما ابويا يدفع لك الفلوس هديك اللي انت عايزه. لا اذا كان كده انا عايز 2000 جنيه انكس بيهم البيت. هرجعهم لك هرجعهم لك. انا ايه مغسل وشي؟ يا ريت، لحسن الدبان ابتدى يتلم. صدق شكلي هرتكب جريمه. يا واد بتاع السكاكين انت. وانا كمان هقوم اغير هدومي. ايه هتقومي؟ هروح اغير هدومي. عندك مانع؟ لا لا. طب اوعى عشان اروح اغير هدومي. لا. Thank you.
شيخ انا زهقت من التكتيفه دي، مش قادره افضل قاعده كده، انا هفضل تحت رحمه الواد المعفن ده. يا شيخه حرام عليك، ده شكله غلبان قوي، وبعدين ما تحمدي ربنا انه وافق اصلا. غلبان؟ ده شكله لئيم جدا، مش بعيد يكون طمعان اصلا في الفلوس. مش فاكره لما طلب مننا ال 2000 جنيه؟ على فكره احنا مش لازم نطمن له، احنا مهما كان بنتل لوحدنا. معاكي حق، انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ انا بفهم النوعيه دي. بقول لك ايه، انت متاكده ان محدش هيطب علينا هنا؟ ما تخافيش، محدش بيجي هنا غير في الصيف بس. انا هسيبك شويه. هتروحي فين؟ اجيب اي حاجه ناكلها. طب استني انا نازله معاكي اما اشوفه بيهبب ايه. يلا ايه ده، الحق الحق. بصي فرش الدنيا ازاي. على فين يا شراني؟ هروح اشتري حاجه ناكلها. طب كويس قوي، اجي معاكي عشان انا عايز اشتري شويه حاجات. لا مش هينفع تروح معايا عشان هي رايحه تجيب لي حاجات حريمي. طب هروح معاها ومش هبص. ايه ده، وتسيبني لوحدي؟ طب افرض يعني انا عوزت حاجه. هتعوزي ايه بس، ما هي كل حاجه مترتبه وزي الفل اهي، مش هنتاخر. طيب الاقيش معاكي نقطه فازلين ولا حاجه احطها عشان. لا ده هو كده حلو قوي بجد. عم ابراهيم، اهلا صباح الفل. ازيك عم ابراهيم؟ ازاي؟ خد دي الاوردرات بتاعت النهارده، خلصت شغلي كله. عايز مني حاجه؟ سلام عليكم. استنى، باشمهندس سام اتصل وزمانه جاي وقال انه عاوزك. عطلني يا عم ابراهيم، يا عم ابراهيم ابوس ايدك، انا فاضي ما عنديش حاجه، ما تعطلنيش اكتر من كده. انا عارف المهندس سام عايز مني ايه، عايز نروح صيانه المركز الثقافي والسفارتين. لما يجي قول له ميدو راح. سلام بقى حامد، ما تودينيش في ده يا حبيبي. حامد؟ ميدو؟ ميدو حامد ده محدش يعرفه غيرك انت هنا في الشغل وابويا في البيت. وبعدين يا عم ابراهيم قلت لك 100 مره ما تقوليش حامد كده قدام الناس. ناس مين؟ هو ده يا ولاد. اوكي هقدر اشوفك النهارده، مشغوله. ايه يا حبيبي؟ بقول لك مشغوله. يلا باي. حسبي الله ونعم الوكيل. كده تعملك جمالات، مش عايزه نفس. قومي افتحي الباب. حاضر. يلا بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اوصل لابشتغل جيمس. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ ميدو. استاذ ميدو؟ تبتدي علي انا استاذ ميدو؟ انا ميدو وزفت. مين يا جمالات؟ ده الاستاذ ميدو صاحب استاذ رمزي. خليه يتفضل. اتفضل. اتفضل فين حضرتك؟ اتفضل جوه. لا معلش معلش، عشان خاطري يا رب ربنا يغفر لك كل ذنوبك، سيبيني اجري. ما تتفضل يا استاذ ميدو. طب اتفضلي حضرتك الاول، اتفضلي. اتفضل ما تخافش. حاضر حاضر حاضر، اتفضل. رمزي يا رمزي يا رمزي رمزي. هدى هدى، انت كويسه؟ ايه ده، ايه يا ساتر يا رب، بلغتي البوليس ولا لسه؟ ايه في بوليس ايه وبتاع ايه ده؟ بس انا برسم. ترسمي يا شيخ؟ حرام عليكي، ده انتوا وقعتوا قلبي. جبلات احترمي نفسك وانت بتموت. حاضر يا ست هدى. هيبقى عمل عظيم ان شاء الله. ايوه. دي لوحة صح؟ لا ده غلاف كتاب. غلاف كتاب؟ كل ده غلاف؟ ده على كده كتاب كبير قوي.
الموت الأخير موجود في السوق، قريته؟ لا الحقيقة أنا قريت كتاب الموت اللي قبل الأخير على طول. وهو كتاب برمي كده في السوق عريان من غير غلاف ولا إيه؟ أصل الغلاف مش عاجبني، قلت ألم كل الكتب اللي في السوق وأغير غلافها. هدى ما تسيبك بقى من بيت الرعب اللي أنت عايشة فيه ده، أنا عايز أقولك إن أنا جايب لك هدية صغيرة كده. مش معقول، بس أنا عيد ميلادي بعد بكرة. ما انا عارف ان عيد ميلادك بعد بكره، ما هو رمزي عزمني على عيد ميلادك. دي هديه ملهاش دعوه بهديه عيد ميلادك، ده اخر فيلم نزل للمطرب فان دام. زي ما ولا حركه. البت دي هتموت محروقه رسمي. ولا حركه يا رمزي. رمزي ما تسيبوش، ده ما تسيبوش، ما تسيبوش. فين الباك؟ فين الباك؟ خبر السوق عميقه، حلقه الدم اللي احنا فيها دي بس يا رب. ايه ده التعبيط ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ في راجل مرعب قاعد مع هدى تحت وانت قاعد تتفرج على الماتش. طب وايه المشكله يا عم؟ ما يقعدوا مع بعض. افتح التلفزيون ابوس ايدك. يا بني ادم ازاي تسيب الراجل ده مع اختك لوحدهم؟ يا عم مش لوحديهم، جمالات قاعده في وسطيهم. جمالات مقتوله مش داريانه بالدنيا، وبعدين الشيطان شاطر. احنا عيال قله الادب يا عم. هات ريموت كنترول، هات ريموت كنترول يا اخي، ده انت قاتم. خدها يا اخي. انت حاسينك بتلعب في الماتش؟ شادي مش هتطلع يا شادي، مش هتطلع، مش هتطلع. اوبا يا شادي. لا بقول لك ايه، ما انا مش هعرف انام في الرعب ده، وبعدين انا ما بحبش الكوره. ثالث اعمل لك ايه؟ ما تسد ودانك يا اخي. اسد وداني كده رمزي؟ واضح انك هتذلني يعني عشان حبات عندك. ايه يا عم انت هتعيط ولا ايه؟ انا هسيب لك الاوضه واروح اتفرج في اوضه ثانيه. وبعدين كرة ميتة، خلاص ميتة. سيب وده في حتة ميتة يا حضري، ده في حتة ميتة. طب سنتر بقى، سنتر بعدين بقى في حرقة الدم دي. حضري يا كي أمواه حلوة. جول فين الباك بقى؟ ليلى اسمعيني كويس، احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الأول؟ تشربي ايه الأول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟ انت لازم تعرفي حاجه مهمه، الموضوع ببساطه ان انا يا ستي زي ما تقولي كده بتحب هدى، مش كده؟ لا الموضوع مش بالشكل ده، يعني انا منبهر بيها. بس بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه، اتفضل اطلب لي نص فرخه. حاضر. متر تعالى لو سمحت. امر يا فندم. هتلاقي نص فرخه، وهات لي انا ربع بمبار وقرنين فلفل. وقرنين فلفل حراقين جامد. اسمع طعم صحتك. ها قولي لي، هتطلعي معانا الرحله بقى ولا لا؟ مش طالعه. ده انا اللي مطلع الرحله. عايز اطلع معاك رحله وانت بتحب الست هدى. يا حبيبتي افهميني، انا معجب بيها بس لسه مرحله الحب دي بعدين. انت عايز تجنني؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا عايز اشتراك الرحله. انا همشي على مسار اكيد. يا ليلى طب المنبار. يا ليلى خد هقول لك. ليلى خد هقول لك حاجه. ليلى الو الو. يا ادهم بيه فكرت؟ ايوه يا ابني فكرت، بس كنت عاوز اقول لسعادتك حاجه. يعني المليون جنيه دول ممكن يعني ادفعهم بالتقسيط على كذا شيك؟ يعني اقسط ايه بس يا ادهم بيه؟ هو انا ببيع لك فيسبه؟ ما يا ابني المليون جنيه دول ما اقدرش ادفعهم على طول، كتير والله. ولا كتير ولا حاجه. بص انا من الاخر مديك احلى سعر، واسال بره يا ابني. الكلام اخد وعطى، وانا ان شاء الله هبقى زبونك مش هسيبك. عاوزك تعمل معايا واجب. بقولك ايه يا ادم بيه، انا مش عايز فصال. انا من الاخر هم المليون ويبقوا مقفولين كمان. وانا مش موافق، انت اكيد مجنون. ايه ابوكي بيموت في قفل السكه الدرجه دي؟ ابويا بياني جايز ما اقتنعش بيا كخطاف. انا السبب، انا السبب. انت السبب ليه؟ هو انت اللي خليت ابويا بخيل؟ This is my dad. يس يس. انت خريجة ايه؟ Business Administration AUC. دي اللي في الزقازيق صح؟ بقولك ايه؟ هو انت ليه عايز تنجس البيت؟ اسمها انكس البيت يعني اصلحه، اللي اذا كان جمعة بقى عنده حق. مين جمعة؟ ده يوم من ايام الاسبوع. ده واحد صاحبي من شلة الجامعة. انت عارف ان انا الوحيد اللي في شله الجامعه اللي عملت مشروع مخصوص لنفسي؟ قلت اعتمد على نفسي واتعب كتير واكسب كتير. بتكسب كتير؟ لا بتعب بس. الاكتتاب قرب والاسهم كلها في الطاله. هو ده وقته يا ملك؟
بدلتي. انا لقيتها نشفت رحت بدلتها. برافو عليكي. ايه ده؟ هي البدلة دي عندها تبول لا إرادي ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ابويا شكله كده ولا؟ مش هيدفع حاجة يا ملك، قلت لك مش هيدفع. لا هيدفع. هيدفع يا ملك. وهتعملي العملية إن شاء الله، وهتمشي على رجلك وتعملي كل اللي نفسك فيه. ازاي؟ أبوكي لازم يتأكد إن أنت في خطر بجد وحقيقي، ولازم يشوف ده بعينه كمان، مش هنقعد نقضيها تليفونات ورغي طول النهار، وبعدين كل مرة بيقفل السكة في وشي. طب وبعدين هنعمل إيه؟ أبوكي عنده بريد إلكتروني؟ إيه؟ إيميلز يعني عنده إيميلز؟ آه طبعًا. أنا هخلي أبوكي يدفع الفلوس زي الجزمة. قلت لك ما تشتمش. أنا أقصد جزمة غالية يعني. سالي خدي التابلوب اللي في إيدها ده بالكاميرا ودخليه جوه، ها؟ وأنا كمان هقوم أجهز. يا عسل. أنا رشدي سرحان باظ. أحدثك من الساحل الشمالي الأفغاني، وقد قمت بواحد 41 عملية إرهابية في جميع الدول الأجنبية المنوفية منها والغربية. أحذرك يا أدهم يا شاذ، بأنه لن تنعم أمريكا، لن تنعم أنت بيوم واحد. أدفع المليون، تعاطفك واحد ومو كفاية، وإن لم تدفع لسوف أقتلك وأقتل بنتك ثم أقتل كريم السكرتيرة. عليكم اللعنة جميعا. وعلى فكرة أنا بقى لا بيهمني بوليس ولا حركات، ها؟ والحركات البلدي دي. ودلوقتي قولي رشدي أباظة. طيب رشدي أباظة مش هتقدر تغمض عينيك. فاصل ونعود. الواد ده خلاص اتنفخ رسمي، ده بقى بتاعنا احنا دلوقتي. الواد ده لازم يروح جوانتانامو. اما الفكره اللي عملها رشدي بمليون جنيه كده اكيد ابوكي هيدفع. برافو عليه. سالي اديني بقى نص قرص النوم اللي معاك. لا خليه ربع ربع، يوصلني بس لحد السرير. لا 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 بلاش انت ما تقدرش عليه. ربع هو ربع والله. ما تخافيش انا لاحظت خلاص. عايز اقولك ان شكلك بجد رهيب. احسن حاجه عملتيها انك خليتي منظرك زباله كده عشان ابوكي يصدق فعلا ان انت مخطوفه. برافو عليك يا ملك. خلي بالك بقى من نفسك. اقولك لحست. يلا تصبح على خير. على فكره انا خدت البدله معايا، ها؟ هنشوفها عندي في الظل فوق لان واضح انها بتعرق شويه في الشمس. تصبح على خير يا جماعه. بتتري على شكلي؟ معلش مش فاهمه ده. يا رجل ملوش اي اثر. معقول يكون هرب؟ اكيد طبعا هرب، احنا غلطانين احنا سبنا له البدله. عملها الندل. احنا مش لقينا الجزمه، يبقى خلاص ما هربش. مش شرط، ممكن يكون هرب حافي. يا رب يا سادي. انت كنت فين؟ انت عايز تشلني؟ لا انا واخدك كده نحاسب على الكلام. لا اصل ملك يعني كانت قلقانه يكون جرى لك حاجه. ليه انا زي الفل اهو تمام قوي. وايه اللي بالك كده؟ مفيش يعني، اصل انا لقيت البدله نشفت فقلت بالله اتشائمت اصلي. بصي انا عملت لك ايه؟ عقد. ده بمناسبه ايه؟ ده بمناسبة الذكرى الأسبوعية للخطف. Thank you.
لا ده صدف. تفتكري ابويا شايف الايميل؟ ابوكي؟ ابوكي على التليفون. يا نهار اسود ابويا. طب اهدوا اهدوا ردي عليه. ارد اقول له ايه؟ اسالي ملك. اقول له ايه يا ملك؟ قولي له انك عند ابوكي بس قومي كلميه من بره. ربنا يستر وساري تعرف تتصرف. هو برضو انا مش فاهم حاجه كده، يعني هيفرق ايه لما تقول انها عند ابوها ولا عند امها؟ اصل ابوها وامها مطلقين بقالهم 5 سنين. اه وكانوا واخدين بعض عن حب. مش وقته يا رشدي. ماشي. بقولك ايه، هو انت كنت قلقانه فعلا يكون جرالي حاجه لما رجعت مبلول وكده؟ انا عند بابا. ما انا ما ينفعش اقول لماما عشان ماما بتزعل. طيب ماشي. حاضر حاضر. باي باي. في حي سالي ماتت ولا ايه؟ ايوه ها ايوه ايوه. خير خير. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ابوكي كلم امي وعرفت منه ان انا مش بايته عندك. طب وانت قلتي ايه لابويا؟ قلت زي ما قلتي لي ان عند ابويا. ولما قال لي امال ايه حكايه بايته عندك دي؟ قلت له ان انا اضطريت اكذب على مامي واقول لها كده لانها ما بتحبنيش اروح لابويا. فايه فايه انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ فايه؟ فاضطريت يعني اروح له من وراها. يا نهار اسود. إيه؟ امي اتصلت 25 مره. اهدي بقى شويه اهدي. بقول لك ايه، هو ابوك وامك بيكلموا بعض من ساعه ما اتطلقوا ولا ضاربين بعض بالجزم؟ عمرهم ما كلموا بعض ابدا. يعني ضاربين بعض بالجزم. طب ما هي بسيطه ومحلوله. قولي لامك نفس اللي قلتيه لادهم الكلب ده، ان انت رحتي لابوكي وما رضيتيش تقولي لها علشان ما تزعليهاش. يا سلام، وافرض اتصلت بيه وسالته يا فالح. المراه اللي تقعد 5 سنين ما تكلمش طليقها بعد الطلاق عمرها ما هتكلمه دلوقتي. ده حل تحفه. برافو عليك. ايه ده؟ انا خدي طول عمره شريف على فكره. في ايديك وانا اللي بجدك. انا سمحتوا يا جماعه. عمرنا شاري. انا قابل يا معلم. يلا اخوانا اللي ملوش لازمه في القعده اتكل على الله عشان دي قعده طيبه وعايزين نصفي النفوس. ايه يا رمزي، في حد يسيب التراوه الحنيه دي ويمشي؟ في تراوه هناك. يلا بينا يا عم. انت بقى اوعى من ضهرك. الناس مشوا. نعم على طول مقضيها كده على طول مش معايا؟ ما احنا مع بعض في الرحله اهو يا ليلى. انت متاكد ان انت معايا؟ في ايه يا ليلى؟ يعني مفيش اي حاجه بتلفت نظرك ليا؟ لا طبعا اكيد في، يعني ده على الاقل كفايه رجولتك معايا. رجولتي؟ ليلى انا هنصحك نصيحه، اهتمي بنفسك شويه، بصي في مرايه، بلاش دور الواد اللي انت عايشه فيه ده طول الوقت. البسي فستان حسسيني انك انثى ولو مره واحده. حاضر يا حبيبي. ماشي يا واد. يلا بابا. ازيك يا واد ميدو؟ نعم ميدو. انا فرحانه قوي، انا مبسوطه قوي، انا بحبك قوي. نعم اخيرا قلتيها. ده هي دي الكلمه اللي انا نفسي اسمعها طول عمري. فهمتني غلط، كان في كلام بعد كلمه بحبك بس انت اللي قطعتني. ايوه ايوه عارف عارف. بحبك وبموت فيك وكل الحاجات اللطيفه بتاعت الحب دي انا عارف. اموري كنت عايزه تقولي ايه ميدو؟ انا كنت عاوزه اقول لك ان انا بحبك زي اخويا. اخوكي؟ اي ميدو. انا فرحانه قوي فرحانه. طب ممكن اعرف انت فرحانه قوي كده ليه؟ اصل وائل غار منك يوم حفله عيد ميلادي وابتدى يهتم بيا اكتر من الاول لدرجه انه بقى كل شويه بيكلمني كل شويه بيكلمني. روشني يا ميدو روشني. روشني يا ميدو؟ يعني انا السبب في ان وائل كل شويه بيكلمك وروشني يا ميدو كده؟ انا امي دعيالي. اوعى تكون لسه زعلان من اللي حصل يوم حفله عيد ميلادي. وائل طيب وقلبه ابيض بس هو عصبي شويه. ايه ده؟ ده وائل. ايوه وائل. ثانية واحدة، شفت؟ مستحملش يصبر دقيقتين، عن إذنك. ضلي. أيوة ضلي. تحب في إيه ده؟ مش فاهم أنا. ماشي. ضريبة المبعدة. عدى. 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 عد
ايه اللي حصل يا ميدو؟ ايه يا عم حسين في ايه؟ انت اللي دخلتني في الطريق الخطا والبنزين خلص وما وصلناش اي حته. يا نهار اسود، يعني احنا كده تهنا في سجن في الموبايل. من فضلك اهدي شويه يا مدام. اهدوا من فضلكم اهدوا، تلاقيه بعده في الريست شويه. شوف يا جدع، انت لو بنتي ليلى جالها حاجه مش هتشوف ابنك تاني. يا سلام، حد قال لك ودي بنتك الرحله؟ ايه المياصه دي؟ تعالي هنا، ما تجيش دعوه انت. خلاص احنا نطلع على مديريه الامن. يا سلام، انت بتهددني يا اخويا. اخرسي، مش عارفه افتهي مع الراجل منك. يا سعاده البينا مديريه ولا حاجه، هم ساعتين زمن وهتلاقيهم بقوا هنا. وين ما جوش. يا سلام يا اختي، ما تربوا عيالكم الاول. يا اختي تربي انت الاول واخرسي بقى. يا جماعه انا المسؤول، عيالكم هيباتوا في بيوتهم النهارده. واحد من المافيوز المحترفين هو اللي يفكر المركز الثقافي الافريقي. احنا تبع منظمه كبيره قوي، وياما نفذنا عمليات في جميع انحاء العالم، وعايزين نحافظ على سمعتنا. بالعكس يا فندم، تفجير المركز الثقافي الافريقي مش محتاج واحد محترف، محتاج واحد يعرف يدخل ويخرج من المركز بسهوله. هو ده حامد صابر عارف، الشهير بميدو والمسؤول عن صيانه الدش بالمركز. يا خبر اسود، شكله عبيط بشكل. لا لا لا، انا لا يمكن اقبل واحد زي ده. ولو قلت لحضرتك على مسؤوليتي الشخصيه. عارف يا سالم الغلطه تكلفك قد ايه؟ للاسف عارف يا فندم، عارف. عاوز تبتدي ازاي؟ عاوز حضرتك تديني 24 ساعه اكمل دراسه شخصيه ميدو، بعدها حضرتك تاخد القرار اللي انت عاوزه. اوكي سالم، جو اهيد، يعني موافق. عزوز ميدو. يا ميدو. ازيك عزوز؟ ايه؟ يلا اركب. يلا بينا. على فين يا ميدو؟ هنروح للترزي عشان نقيس بدل الفرح. ميدو ما اقدرش يا ميدو، المحل مستهدف، ممكن تسرق في اي لحظه، ورقبتي اتلوحت من المراقبه. اقعد راقب معايا الناحيه دي وانا راقب الناحيه دي، وكلها نص ساعه والورديه تخلص. يعني هي جت على نص ساعه دي يا عزوز؟ انت شايف الحراميه واقفين على الباب قوي. طب روح يا ميدو وانا هحصلك. يا بني ادم ما ينفعش، بقول لك انا هثبت الترزي علشان نروح نقيس بدل الفرح. يا ميدو ما تخليش الصداقه تاثر عليا في اوقات العمل الرسميه يا ميدو. بص بص بص، عدى ربع ساعه اهو، حصل حاجه؟ حصلش اي حاجه والمحل زي الفل. اركب بقى عيس بقى. انت شايف كده؟ ده انا شايف كده وشايف كده وشايف في كل الاتجاهات. عزمت العيال بتوع المعهد؟ عزمت ليلى ورمزي. وهدى طبعا. ايه الصراحه المباشره بتاعتك دي؟ طب هاتها لي بالتدريج يا اخي. يلا امسك نفسك بقى، امسك. يا اخ عزوز. ايوه عم. احنا عيله ليها تقاليدها، يا ريت قبل ما تيجي تبقى تحدد ميعاد او تجيب معاك الست الوالده. ما هي ست والدتي بعتاني عشان اتكلم مع حضرتك في موضوع الزفه وكميه الطبل اللي في الفرقه وكده. الفرقه ميدو ابني هو اللي هيجيبها، فاهم؟ فما كانش في داعي تتعب نفسك طالع نازل ومعطلنا جنبك. انا هقوم افتح الباب. معلش يا عم. تعالى اقعد هنا. امي. وانت خليك هنا من فضلك. ها؟ ماشي يا عم. طيب. ايه يا ناهد؟ وانا من ساعة ما جيت وانت قاعدة ورا النضارة كده، انت بتراقب ايه بس؟ ما تقلعيها كده وتوريني عينيك على رومانسيتها كده. لعلمك أنا بشوف أكتر من غير النضارة. الله، ما حدش قال لك إن عينيكي حلوة قبل كده؟ يوه كتير. زي مين يعني؟ المرحومة ماما، وميدو اخويا لما يعوز يستلف مني فلوس، واحيانا بابا. طيب الحمد لله. الشاي برد قوي، ما تشرب. ايه اي سكر؟ لا عايزك تلبسي النضاره. اوبا ريشه. خد عنه يا سيدي، الجيم واللي منه. استنى واحده. فين؟ هجيب الكرسي. شيلني يا حواش. امسك النضاره دي عشان لو ازازه اتكسر. بس بص يا رشدي، امني لي ظهري.
طب شويه بس كده عشان هي بتقلق من منظر الدم. اتفضل تعالى هنا اهو. تعال انت ايه فاهم نفسك حركه ولا ايه؟ مفيش ادب يالا. لا مفيش ادب يالا. مفيش ادب خالص. مفيش خالص. يبقى نتربى. لما هو مفيش ادب يبقى نتربى. تصدق انا شايف البحر من عندي هنا. ايه؟ لا لا يا مدام. قصه كابوريه ايه ونيله ايه؟ ده انا هعملك دلوقتي قصه النوكيا الجديده حاجه ما حصل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اتفضل حضرتك اطلع بره. هنا كوافير حريمي ما بنوصلش رجاله. مقدم هشام ابو النور مباحث عامه. طب اتفضل حضرتك اغسل لحد ما اخلص الزبونه اللي في ايدي. هاتوه. ايه يا باشا في ايه؟ معلش عندي حلقه ميري هخلصها واجي لحضرتك. تمام يا باشا. لا 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 لا. انا اسفه يا رشدي. انا السبب يا ستي. خلاص ما انا اتعودت اتبهدل بسببكم. مره ابوكي ومره انتي. انت ايه اللي خلاك تضربه؟ انا والمصحف ما ضربته. انا اللي كنت تحت مش الطويل. معلش قلبك ابيض. انما ما قلتليش انت كنت رايح لابويا ليه؟ كنت رايح له فكره هتنقذه من الضيعه اللي هو فيه. فكره؟ فكره ايه؟ قلت له يا ادهم بيه كل نفسك قبل ما حد ياكلك. مش فاهمه. هقولها لك بلغتك. eat yourself before somebody eats you. مش فاهمه برضه. امال اقولها لك بالروسي ولا ايه؟ امال ايه ادمنستريشن بقى ومع التعاون والحاجات الكتير دي؟ ايه يا رشدي؟ ايوه اسكالوب هنا. هنفترض ان ده السوق. ابوكي بقى نزل له منافس جديد زي ما انت شايفه كل منه نص السوق. صحيح. انا كتسلي حكيت لي على المشكله دي. كل اللي هنعمله بقى ايه؟ ان ابوك هينزل نفس الغساله القديمه بس باسم جديد، وهيسيب الاسم القديم زي ما هو. اوكي. يبقى بالشكل ده احنا معانا كام غساله في السوق؟ ثلاثه. ابوكي ليه كام واحده فيهم؟ اثنين. يعني ابوكي بقى معاه تلتين السوق بعد ما كان ليه النص. طب افرض النوع الجديد اللي ابويا نزله كانت من النص بتاعه هو. يبقى النظريه بتاعتي اتحققت بجد وحقيقي. لما ابوكي ياكل من نفسه احسن ما ينزل له حد جديد بغساله جديده ياكل منه. eat yourself before somebody eats you. يعني ايه؟ فهمتي؟ فهمت. فكره حلوه قوي. راجل حمار. الله. لازم يشتم. ويا ريت بقى ناكل ونغير السيره الهباب دي. احسن حاجه عملها ابوكي انه خلانا نقطع الاسكالوب. ده الواحد نسي شكل الجرايد. ده زحلقه نزل. جل زحلقه تزحلقه ويزحلقك. ده فكرتي الاعلان ده. بجد؟ امال ايه؟ ده حلو قوي. بعرف. كده؟ لا اشربيها كلها على ما اخلص الموضوع. ايه ده؟ ابوكي بلغ البوليس. يا نهار اسود ومنايا البنينه. انا كان مالي ومال الحكايه السودا دي؟ رشدي. رشدي ايه ورنيت ايه وزفت ايه دلوقتي؟ انا كان ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. انا همشي. انا همشي وهمشي وضمير حبيبي مش واجعني. رشدي. اسف على اللي انا قلته. انا بجد وحقيقي مش هسيبك ابدا الا لما تبقي تقدري تقفي وتمشي ورا. انا اسف بقى. يلا عشان احنا فاكرين الكرسي صف تاني. منوف مين؟ جاي من دبي. انت مستنيه حد جاي من دبي؟ يعني عموما هي طياره دبي وصلت خلاص. اجي يعني ابو نواف؟ معرفش والله اجي ولا ما جاش. هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ هيخرج من هنا ما تقلقيش. مجدي. يا رب انا قلت مكعبيله. بس مش للدرجه دي. عامل ايه يا مجدي؟ ازيك؟ تمام الحمد لله. كويس الحمد لله على السلامه. ولا انا كمان كنت متخيل انك اوزعه كده يا دينا. ايه ده دينا مين؟ انا مش دينا خالص. اصل دينا شنطها اتاخرت وقالت لي اطمنك عليها عشان تعرفها هي لابسه فستان موف مليان ورد كتير كده يا مجدي. الحمد لله. يلا باي باي بقى. خدي تعالي هنا. هاي اوزعه انت. امال انت مين؟ انا رباب اللي كنت قاعده جنبها في الطياره وحكيت لي عنك يا مجدي. باي باي يا
نفسي. فستان موف وورد، هي دي دينا؟ يا رب هو كده كده، مفيش وسط. ابو نواف ظهرك والنبي، ها حكي بحاجه بس. امال مجدي فين؟ دينا صح؟ اه دينا. مجدي فين؟ مجدي حصل له ظرف كده. حصل له حاجه؟ لا لا، بعد الشر. هو كويس كويس، بس يعني اضطر يسافر على فجأة. سافر؟ اه جات له حاجه على غفله فسافر على فجأة. على فجأة. يوه ايه، اطمني اطمني، هو قال لي اخدك من هنا اوديك لحد البيت. بس كان نفسي اشوفه. بجد؟ انت مين؟ انا مش مجدي. انا مش مجدي. ما انا عارفه اسمك ايه يعني. عادي، هكلم مجدي بقى عشان افهم في ايه دلوقتي. هكلمني دلوقتي؟ ايوه حالا. ايوه. لا 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 لا، ثانيه اروح الحمام بس. وانا مالي انا؟ ايوه بس ثانيه، انا هتكلم. انا مالي؟ طيب ثانيه واحده، روح اتكلم دلوقتي. ابو نواف اجل. ابو نواف مين؟ مش دي طياره دبي؟ من فضلك من فضلك، انا بجد مشكلتي اكبر بكتير من ابو جوزك. ايه ابو ايه؟ حاضر حاضر حاضر. الو. ايه يا مجدي؟ معلش غصب عني والله، جات لي سفريه مفاجاه كده تبع الشغل. طياره الدوحه، اخر نداء لطياره الدوحه. ها ها. لا مفيش، هو يعني طياره الدوحه يوم يومين. اخر نداء لطياره الدوحه. ها اخر نداء لطياره الدوحه. ها يا دينا، ها كنت بتقول يا عم هو طالع الدوحه؟ يا عم انا مش عارف. ام انا ايه الصوت ده؟ هو انت في المطار؟ الدوحه. ايوه انا في المطار اهو. الدوحه. ايوه بخدم الباسبورات. الدوحه. اه بخدم الباسبورات وداخل على الطياره. طب بقول لك ايه، سلام دلوقتي. سلام يا اخي. الدوحه. وانا لو يعني هروح الدوحه هكذب عليك ليه؟ ما انا هروح الدوحه. الدوحه. انا اسف جدا اتاخرت، بس الحمام كان زحمه قوي. ولا يهم. كلمتي مجدي؟ اه كلمته. رد عليكي؟ اه رد طبعا، قال لي استنيني استنيني لسه قدامي كتير على الطياره، بس قلت له مش قادره عايزه انام هموت. اوكي دوحه. طلعي قدامي. طيارتي الدوحه. ايوه دينا جايه. معلش ثانية واحدة، العربية دي مش هتكفي الشنط بتاعتي. ازاي بقى هتكفي؟ هتكفي الشنط طبعا. ثانية واحدة بس. صدقني مش هتكفي، انا شنطي كتير قوي. يا ستي ولا يهمك، هتكفي بس اصبري. طب ليه بس؟ اهم حاجة في حاجة تتكسر معاكي مثلا، طقم كاسات، طقم جيلي بتاع. بص هقول لك حاجة، انا هاخد تاكسي وانت تعال ورايا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تاكسي ازاي بتقولي ده؟ عيب عيب. ازاي؟ معلش صدقني والله هو ده الحل، مش هيكفوا. انا عارفة انا بقول لك ايه. الله يكفي. بس مش بس، طب هقول لك حاجة. ها اديني دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس يا ستي. وده مستحيل يحصل. لو لقيتي الشنط ما كفتش، ها ابقى خدي تاكسي. مستحيل يحصل، فرصة بس. الو. ايوه يا مين. يا دينا ايه الاخبار؟ طمنيني. الحمد لله تمام، انا في التاكسي اهو طالعه على بيت عمتي. بقول لك ايه يا ميجو، ايه الهلهطه اللي انت بعتولي ده؟ هلهطه ليه؟ ليه ليه بتقولي كده؟ انت مش فاهم، ده مسخره. ما شفتوش هو مزنوق جوه عربيته وشنطي ماليه العربيه؟ شكله تحفه. ده يعني كذات الراجل ان هو بيخدمك تقومي تقولي عليها لهطه؟ وانت محموق له كده ليه يا مجدي؟ محموق له علشان علشان خاطر ده يبقى ابن عمي يا دينا. انا اسفه قوي والله، ما اقصدش، بس هو شكله كيوت وطيب جدا. انا ما اقصدش حاجه والله. كيوت. طيب طب دينا سلام دلوقتي، علشان انا بس بخلص الحاجات اللي في المطار وكده. باي باي. مجدي الو. الو. كمان كيوت. ازيك يا عم عبدو؟ الحمد لله على السلامة يا ست هانم. الله يسلمك، خد منه الشنط لو سمحت. أوامرك يا ست هانم. ميرسي يا جميل، تعبتك معايا. باي باي. جميل كاتك القرف، حلاوتك. ايدك معايا يا اسطى. اسطى يخفى عليك يا دينا، سنه بحالها ما تساليش على عمتك. والله وحشتيني قوي يا عمته،
معلش الفترة اللي فاتت كانت صعبة عليا شوية. الله يرحمك يا بكر يا أخوي. الله يرحمه يا رب. فعلا يا عمتي من يوم ما بابا مات وأنا حاسة بالغربة. ده غير كمان ان ماما هتتجوز. بصي بقى سفر مفيش بقى، انت تيجي تقعدي معايا البيت واسعه، وحتى لما تتجوزي تجيبي خطيبك الغلس ده وتيجي تقعدوا معايا. وخلاص فسخت خطوبتي. والله احسن يا شيخه، ده كان غلس، كان رخم قوي، ده كان عليه قفا، كنت ببقى نفسي امسكه اسكعه على قفا كده من كتر غطته. يا ساتر ولا امه. ايوه ولا امه. خلاص بقى يا عمتي اروح الحلم. قولي لي بقى مفيش حاجه جديده؟ شكلها كده هيبقى فيه، بس ادعي لي من النبي يا رب. بقولك ايه يا دينا، انا هقوم احضر الاكل، ده انا عامله لك شويه ملوخيه من صنع ايديا تاكل صوابعك وراها. الله يرحمك يا بابا. نادي كده، نادي مجدي، وادي عادل. عادل اهو. الو. هاي دينا، مساء الخير، انا عادل ابن عم مجدي. هاي عادل، ازيك؟ في حاجه؟ الحقيقه كان مجدي كان كلمني وقال لي ابقى اكلم دينا وسيب لها نمرتك علشان لو عايزت اي حاجه، فنمرتي هي دي اللي ظهرت عندك. طيب اوكي، اول ما اقفل معاك هسجله على طول. بس مش ممكن يا عادل، انتوا ازاي صوتكم زي بعض كده؟ ما اصل احنا العيله كده عندنا، صوتهم كلهم شبه بعض. عيله متماسكه بقى جدا. حتى خدي ده بابا عايز يسلم عليكي، خدي معاكي اهو. بابا. ايه دينا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا انك. خلينا نبقى نشوفك بقى ان شاء الله يا انكل. لا يا حبيبتي انا مش انكل، انا طنط مامت عادل. انكل اداني السماعه. زي حضرتك يا طنط. الحمد لله. هاتي بقى يا ماما، بقى يا ماما هاتي السماعه بقى يا ماما. يوه. شفتي يا دينا صوتنا مش ممكن. شفتي؟ مش ممكن يا عادل، حتى مامتكم صوتها زيكو. ايوه هي اصلها قلوده قوي. طيب اوكي، عموما لو عوزت حاجه هبقى اكلم مجدي. ميرسي. باي باي. باي باي. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. محسوبك المعلم عبدو اجاني صاحب مكتب حانوت الشباب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ما تاخذنيش معلش في السؤال، حضرتك حانوتي يعني محتاج الدعايه في ايه؟ لا، الدعايه دي مهمه جدا بالنسبه لي انا بالذات، لان لا مؤاخذه انا شغلي كله حديث. يا ما شاء الله. شوف يا استاذ، انا عايزك تعمل لي دعايه تهز المقابر. تهز المقابر. طيب انا بتهيالي نبتدي بالتسويق الاول. انا ممكن اعمل لك عرض لمده شهر بس، الميت عليه ميت مجانا. حلو. وممكن نسجل سيديهات عليها صويت. الله، حلو ده، انا موافق. انا عايزك كمان لا مؤاخذه تعمل لي شريحه في التلفزيون تقول فيها في التلفزيون عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك. بس هو بتهالي موضوع التلفزيون ده هيكلفك شويه. يا استاذ اعمل ميزانيتك، ما يهمكش حاجه. افتكرت، انا عايزك تعمل لي كروته. ماشي، هعمل لك كروته كده بشريطه سودا واكتب لك عليها وحده. ان شاء الله هتلاقي الميتين للركب بدون مقاطعه. لا لا، وشك حلو عليه. اتفضل. طب يا ست، اعوذ بالله. ليه يا بنتي كده شربات؟ ايه الفندا يا عمو؟ مال الفندا ده شربات، تعال اشرب، خد خير ان شاء الله. طول ما بيشربوش غير قهوه ساده، كنت تعملي اي حاجه سودا يا عم. اجرني. خلاص يا استاذ، استنى بس. خلاص حصل خير بقى. خلاص خلاص خلاص، ادوقي في الحوض. خلاص راح الشربات. خلاص يا مؤاخذه، دي السوى عشان الدعايه. سوي. ايه الحلاوه دي؟ مو انا مأخذ الفلوس دي، مش المبلغ كله، دول قرشين كده تحت التراب. تحت الحساب. طيب استاذن انا بقى. ماشي يا سيدي، سعيكم مشكور. رفع الله وسلم. اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ يلا خش تعالى. حبيب قلبي، حتى الحنوت عايز يعمل اعلان. ايه اخبار؟ امسك يا سيدي. ايه دول؟ دول 250 جنيه حساب فكره اعلان البطاطس. لا يا راجل، عجبتهم؟ دي مدغدغه الدنيا يا ابني. انت ما بتنزلش الشوارع ولا ايه؟ على خفيف كده. امسك يا سيدي، ده اعلان جديد. لا لا، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ جل للاطفال؟ جل كيرلي، جل للاطفال الشعبيين. يا سلام. يا ابن الشعبيين ليهم منطق خاص. اولا اسم كيرلي ده
ما ياكلش معاهم. احنا ممكن نغير الاسم ده ونخليه حاجه حرشه كده، عارف؟ جل 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 زحلقه، جل زحلقه بطعم الكاتشب. اعمل اللي انت عايزه. طب ماشي تمام. انا ماشي بقى. بقول لك ايه، انت رايح فين؟ انا رايح مدينه نصر. طب كويس قوي قوي، توصلني بقى معاك في سكتك. ليه انت رايح فين؟ الهرم. معلش تعالي تعالي مع رايا، خد الكرسي. بس ايه ده؟ ايه ده؟ معقوله؟ معقوله معقوله كده؟ معقوله معقوله. معلش معلش تعالي خش عشان انا في ريحه. لا لا انا يا استاذ. ايوه من فضلك مش شايف. ايه بالك الف سلام عليك، مش شايف ليه؟ لا مش شايف من حضرتك. اه مني انا. انزلوا في الكرسي شويه. طيب حاضر حاضر. انا اسف انا اسف. لا برضو مش شايف. ما انا نزلت والله حضرتك، مش شفتنيش بعمل كده؟ نزلت جامد. ده اخرك يعني هذا؟ ده اخري انا لازق في الكرسي. لا كده مش فير. انا ذنبي ايه اقعد ورا واحد تخين زي حضرتك وانت سدد عليا الشاشه يعني؟ الله لا 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 روح شعور الناس، بكره اطلع لك في عيالك. ايه 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 حضرتك، ايه حضرتك يطلع لك دي؟ انت يعني شايفني دمل يا سيدي؟ بدافع عنك ونسيت اللي عملته من شويه. في ايه يا استاذ؟ الاستاذ تخين وسدد عليا الشاشه وانا بصراحه مش عارف اتفرج، وكده مش فير. فعلا مش فير. اتفضل معانا يا استاذ. اتفضل. فين بقى ان شاء الله هتوديني الاسم؟ اتفضل معانا يا استاذ. جرى ايه منك له؟ هو يعني عشان تخين وضخم ملوش حق يتفرج؟ طب انا اعمل ايه يعني؟ لو انت شايفه مبكر بص على نفسك في المرايه، انت شبه خيط السنان. وبعدين الراجل اللي ملوش كرش ما يسواش قرش. اهدي اهدي مش كده معقول. خلاص خلاص اهدي اهدي اهدي. شيخ زفير شيخ زفير اقعدي 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 اقعدي. اوكي اوكي خلاص خلاص حصل خير. اتفضل بقى ارتاح. اتفضل اتفضل. انا اسف انا اسف. اهدي اهدي هروح اجيب حاجه اشربها ونيجي. اجيب لحضرتك فشار يا فندم. ماشي لو سمحت. حجم كبير. ماشي. لحد ما طلبتش فشار. سبت الفيلم؟ اه سبت الفيلم. انا اسف عملت لك احراج جامد قوي وسط الناس. ما تقولش كده يا عادل، احنا اللي المفروض كلنا لازم نتاسف له. كده بقى شكلي مش هخش السينما يجي 30 سنه قدام كمان. طب وايه المشكله؟ مش مهم السينما. ازاي بس مش مهم؟ بعدين انت كنت عايزه تتفرجي على توم كروز. طب اقول لك حاجه وتصدقني؟ انت عندي احلى من 100 توم كروز. عارف عارف. ايه الثقه دي؟ انما ايه العصبيه اللي كنت فيها وشفيق والزهير اللي انت عملتيهم دول؟ انت احرجتيني جدا قدام الناس. امال كنت عايزني اعمل ايه؟ خلاص الناس قاعده عماله تتريق عليك، مش حاسس يعني؟ طب خلاص انا اسف. انت هتعصبني تاني. لا خدي 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 شفيق وزهير. شفيق زهير شفيق زهير. انا اسف. اهدي اهدي. ايوه استاذ مجدي. ايه عايز ايه؟ خالك تعبان وعايزك تروح له بسرعه. ايه طب ايه فليف؟ خالي تعبان لازم نروح. طب هاجي معاك. اه تعالى. ستر يا رب ستر يا رب. مدي مدي يا دينا شويه. السلام عليكم. فين؟ لا لا التاني التاني. ايوه يا رب يا رب. يا خالي رن الجرس رن الجرس. خالي ما بردش على التليفون. يا رب يا رب استر. في ايه يا خالي؟ يوم ميلادي يوم ميلادي كان يوم مش عادي. يوم ما مامي ندهت على دادي وقالت له انا بولد يا عبد الهادي. صدق يا خالي من غير ما تزعل انت عيل. ايه الحركات دي؟ احترم نفسك يا ولد. انا النهارده عيد ميلادي، يعني ينفع اقضيه لوحدي يعني؟ ينفع يا قمر انت؟ لا طبعا ما ينفعش. ايوه بس مش بالطريقه دي يا خالد. انت سايبتي ركبي وجايبني على ولد. انت من ساعه ما المدموزيل الجميله دي وصلت مصر وانت بتديني البومبه الكبيره. ربنا يخليكم لبعض يا انكل. الله يخليكي. بقول لك ايه يا عدول. نعم يا خالد. يا خلبوس انت. نعم. انزل جيب لنا تورتايه و40 حته جاتوه. بتحبي نوع معين؟
لا ميرسي يا انكل، انا مش باكل حلويات خالص. خلاص بلاش 40، يبقى 39. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا خالي، سنة حلوة يا جميل. يا سلام، ايه ده كله؟ بس دي حركة شفتها في مشهد ابيض واسود قديم كده، كان بتاع مريم فخر الدين ورشدي اباظه. بس انا مش مريم فخر الدين يعني. لا انا بتكلم عن نفسي انا يعني. ميرسي جدا يا عادل على اليوم الجميل ده. انا حبيت خيرك قوي، ربنا يخليه لك. بس وقع قلبي ابن اللذينه، اصل هو عيان عنده السكر والقلب والضغط اكيد بسبب وزنه. هو ما فكرش يخس خالص؟ مهمل. تصبح على خير. انت من دينا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هو انا عادي يعني افضل تخين كده ولا تفتكر ان انا لازم اخس؟ بابايا الله يرحمه كان دايما يقول لي بصي على نفسك في المرايه، لو لقيتي نفسك واثقه من نفسك وراضيه عن شكلك الناس كلها هتبص لك باعجاب. من الاخر يعني عادل، لو عايز تخس خس لنفسك، لو مش عايز برضه لنفسك، المهم ما يكونش فيه من ورا التخن ده اي ضرر لصحتك. تصبح على خير. سؤال بس دينا، سؤال تاني معلش. يعني انت كبنت وكده مثلا جالك حد زي خالي كده برضو مدور شويه، انت ايه ممكن تفكري ازاي في الموضوع ده؟ والله لو عجبتني شخصيته مش هسيبه الا لما يخس. الحقيقه هو نص الجمله الاولانيه هو اللي حلو. اللي هو ايه؟ مش هسيبه دي هي جمله ما بتتقسمش عادي، مش هسيبه الا لما يخس. شاسمه الله، مع انك في السينما قلتي ان الراجل اللي هو من غير كرش ما يسواش قرش، اشمعنى؟ ده مثل كده كان دايما بابايا بيقول. انت كنت بكرش؟ كان بيقوله كده وهو متعصب. ولا انت عايزني انا بقى اتعصب واقعد بقى شفيق وزهير؟ لا 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 خلاص انا اسف. عموما انت حمستيني قوي 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 على موضوع الخسسان ده، وعملتي فيها طاقه. انت هتشوفي انسان جديد ومن دلوقتي حالا. بجد؟ يا ريت. بجد. تصبح على خير. مش عايز تسألي أي أسئلة تانية؟ أنا اللي أسألها؟ إحنا عاملين مسقعة باللحمة المفرومة فوق فظيعة، تيجي تتعشى معانا؟ طبعًا، أنتِ بتهزري؟ طب استني أقفل العربية. بالنسبة للإنسان الجديد اللي كان لسه بيكلمني دلوقتي. إنسان جديد مين؟ أنت مش كنت دلوقتي بتقولي؟ ده أنا كنت بمتحنك. والله؟ كنت بمتحنك بشوفك يعني حتى. ماشي، خلي بالك أنا مركزة. تصبح على خير. وأنتِ من أهل، وأنتِ من أهل، وأنتِ من أهل. انتي من اهل. مش هسيبه لما يخس. مش هسيبه دي انا يعني واضحه، يعني واضحه جدا. مش هسيبه له، انا مش هسيبك يعني. بيك ربنا يا ابني. يا ابني هو انا الوحيد اللي بحس بيك؟ احنا اتخيل زي بعض، لازم نحس ببعض. بتقولها في وشي كمان؟ ماشي عشان انا مبسوط بس. استنى. يا سيدي، ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. ابسط يا عم. حاول تخس على فكره، التخن ده مش كويس.